سائل: هل يجوز عند الذهاب إلى القبر أن توضع عليه الأزهار أو الأشجار؟ نسأل الله العافية. لا يجوز هذا، لا يوضع عليه شيء، لا أزهار ولا أشجار ولا جريد ولا شيء، لا يوضع على القبر شيء. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جريدة على قبر زاره فهذا خاص بالرسول، لأن الله أطلعه على أن هذا القبر يعذب صاحبه، أطلعه على ذلك، وهذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعمل هذا، نعم، لا نضع على القبر شيء، لا زهور ولا جريد خضر ولا شيء، نعم.